وكلمة بقى الجمهور كده في الآخر يا هنا، تقول لهم إيه؟ اقول لهم اعملوا زينا، خلوا بالكم من نفسكم، خلوا بالكم من ولادكم. في الاخر دي فرصه كويسه ان احنا نعمل وقت للاسره. دايما بنقعد نقول انا عايز اشتغل، انا وانا في الشغل ببقى عايز اروح البيت، وانا في البيت ببقى عايز انزل الشغل، بس في الاخر ما بنقعدش نقضي الوقت الكبير ده مع ولادنا بالشكل اللي هو ده. يعني ما حصلتش من زمان، يعني كل الناس بتنزل، يا اما اللي بيشتغلوا زينا بيبقى مواعيد شغلهم صعبه جدا، او بينزل الساعه 9 بيرجع الساعه 6 7، بياكل لقمه مع اولاده بيخش ينام، وما بيلحقوا، ما بيبقاش في وقت فعلا للقعده دي، لان احنا نعرف بعض، ان احنا نشوف الحاجات الصغيره اللي ما بنلحقش ناخد بالنا منها، نكتشف حاجات في ولادنا، نكتشف حاجات فينا، قدرة احتمالنا هتوصل لحد فين. مظبوط، صح. فدي حاجة مهمة، يعني صحيح. حاجة مهمة نغني مع بعض زيك كده انت ومريخ. ايوه انا عايزك تعملي فرقة بقى مع ابنك بقى كده او نعمل حاجة كونفرنس مع بعض. ايوه صح، ابنك بيغني. مع بعض خلاص، هكلمك بعد ما نخلص. ما بيغنيش ابني، بيلعب جيتار. يلعب حاجة انتوا تعملوا ايه؟ نغني من البيت. بصي ادوارد وماريا وانت وهو، وتعملوا ايه باند كده، وانا قاعدة عاملين ابني وابنها وبنتي بجد. شكرا يا هنا، شكرا يا هنا، نورتينا. اتصل واشترك في باقة ألفا، متوفرة منفردة أو مع باقات أخرى من OSN.